بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائي طلبة الصف الخامس، اليوم أنا وياكم يمس رح نستذكر ملوك المملكة الأردنية الهاشمية، وأول ما نبدأ به الملك عبد الله الأول بن الحسين. الملك عبد الله الأول بن الحسين هو مؤسس المملكة الأردنية الهاشمية، وهو أحد أبناء الشريف الحسين بن علي. والشريف الحسين بن علي يا خامس هو قائد الثورة العربية الكبرى. وصل الأمير عبد الله الأول بن الحسين إلى معان، ثم انتقل إلى عمان وقام بتأسيس إمارة شرق الأردن. الآن خلينا نستذكر إنجازات الملك عبد الله الأول بن الحسين. أولاً، شكل أول حكومة أردنية، وكانت هذه الحكومة برئاسة رشيد ضلع. ثانياً، قام الملك عبد الله الأول بن الحسين بإصدار أول دستور للإمارة وأطلق عليه القانون الأساسي. ثلاث، بنى الأردن الحديث وكان مهتم بالشؤون الداخلية للإمارة. ثم أعلن استقلال الوطن 25 من شهر أيار عام 1946، وإحنا كل عام نستذكر وبنحتفل بتأسيس إمارة شرق الأردن واستقلال المملكة الأردنية الهاشمية 25 أيار عام 1946. الآن أيضاً اهتم الملك عبد الله الأول بن الحسين بالقضية الفلسطينية، فشارك في حرب عام 1948، واصل جهوده أنه يمنع قيام وطن قومي لليهود في فلسطين، وتعامل مع القضية الفلسطينية إنها قضية العرب جميعاً، ومش بس هي قضية تخص الفلسطينيين لوحدهم. أيضاً قام على حماية المقدسات الدينية وحافظ على المسجد الأقصى. وفاته واظب الملك عبد الله الأول بن الحسين على الصلاة في المسجد الأقصى، وأثناء ذهابه ودخوله للمسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة استشهد عام 1951. الآن خلينا ننتقل إلى ثاني ملوك المملكة الأردنية الهاشمية، وهو جلالة الملك طلال بن عبد الله. هو ثاني ملوك المملكة الأردنية الهاشمية، وكانت فترة حكمه قصيرة من عام 1951 إلى عام 1952. نشأ جلالة الملك طلال بن عبد الله في ظل وكنف والده المغفور الملك عبد الله الأول ابن الحسين وجده الشريف مكة الحسين بن علي. كان أبناؤه الملك الحسين ومحمد والحسن والأميرة بسمة. من إنجازات الملك طلال طيب الله ثراه، أولاً أنه قام بإصدار الدستور عام 1952، وإحنا بنعرف يا خامس أن دستور عام 1952 هو أحدث الدساتير في العالم. ليش حكوا عنه أنه أحدث الدساتير في العالم؟ لأنه واكب مقتضيات الحياة الديمقراطية. أيضاً ثاني إنجاز له أن جعل التعليم إلزامي ومجاني، بالإضافة أنه دافع عن ثرى فلسطين. وافته المنية عام 1972 نتيجة لأوضاعه الصحية. الآن ننتقل إلى ثالث ملوك المملكة الأردنية الهاشمية، وهو الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه. ولد جلالة الملك في عمان عام 1935، وزي ما منتذكر أنه تلقى تعليمه الابتدائي في عمان بالكلية العلمية الإسلامية، بعدين انتقل إلى الإسكندرية، ثم سافر إلى بريطانيا من أجل أنه يدرس في أكاديمية ساند هيرست العسكرية. تولى سلطاته الدستورية عام 1952، ولكن توج ملكا على المملكة الأردنية الهاشمية عام 1953. من إنجازات الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه،
أولاً أنه اهتم بشكل كبير بالقوات المسلحة الأردنية، وأيضاً في عهده خاضت أفراد القوات المسلحة الأردنية معركة الكرامة، وحدثت معركة الكرامة عام 1968. أيضاً كان الملك الحسين بن طلال دائم التواصل مع أبناء أسرته، بالإضافة أن نسبة التعليم ومستوى المعيشة وازدهرت الحياة الاقتصادية، كل هذا حدث في عهد الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه. أيضاً من إنجازاته أنه دائماً كان يسعى أنه يوطد علاقات الأردن الخارجية بدول العربية ودول العالم. وافته المنية عام 1999، وأطلقت على جنازة الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه جنازة العصر. ننتقل إلى جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين حفظه الله، وهو ولد في عمان في عام 1962، وزي ما بنعرف أنه هو الابن الأكبر لجلالة الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه. تلقى علوم الابتدائية في الكلية العلمية الإسلامية في عمان، بعدين انتقل إلى إنجلترا ثم الولايات المتحدة الأمريكية عشان يكمل دراسته الثانوية. حياته العملية، التحق جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين بالقوات المسلحة الأردنية وبلش يتدرج في الخدمة العسكرية. تولى سلطاته الدستورية عام 1999، وكان للملك عبد الله بن الحسين العديد من الإنجازات، وما زالت منها أولاً أنه صار عندنا نهضة عمرانية ونهضة في البنية التحتية، بالإضافة أن القوات المسلحة والأجهزة الأمنية حظيت بالكثير من الاهتمام من جلالته. أيضا حسن مستوى خدماته الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين. أطلق جلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله العديد من المبادرات، من أهمها رسالة عمان عام 2004، وكانت هذه الرسالة تهدف إلى التوعية بجوهر الدين الإسلامي الحنيف وبيان حقيقته، بالإضافة مبادرة التعليم الأردني الذي أطلقها عام 2003. هيك إحنا منكون كملنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.